شوف واحنا نوبات من نحكي، يعني انا صار مرتين ثلاثه استذكر بعض المواقف للاخوه في الاطار وللاخوه مثلا الاخ السوداني او السيد المالك او العبادي، بدوا بعض الشخصيات العده الكرتونيه يطبرون بي الطبر بالفيسبوك، اشتروك واشتروك، والله يا بي هذا امانه الله ورسوله على رقبته اذا واحد بهم مطيني او 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 عارض او غيره، احنا بدنا نحكي للعراق، اما انتم اللي تاخذون 50 دولار مدري 100 دولار بالشهر ومسوين جيوش الكترونيه، اجاكم السر ان شاء الله وجهاز الامن الوطني بتعقبكم وراح اجيبكم، وبالذات انت اللي مسوي صفحه مع العشائر الدليم، انت يا مقبروه انت وياي تلعب وياي تلعب؟ انا ما حد يلعب وياي ويطلع من عندي، المهم شنو هذا؟ واحد مسوي صفحه باسم الشيخ ابراهيم الدليمي ويسب الجماعه بالاطار وغيره وراح هذا والعالم وبعدين شو يقول؟ هاي يعني صفحه وهميه باسمك وهميه هفيتها بالامن الوطني بالابطال يا استاذ جبار وصل الخبر حول هميه من من الشيخ ابراهيم الدليمي لعشائر الدم بابا استمكناك ونذر بك بالصقلاويه وين انت وش اسمك؟ انت على غفله راح اجيبك واعرف انت وين دقيت؟